رايكم يبدل. رايكم كي جو 73 280 300 72 280 300 حراير تونس توت سويت. حراير تونس. ترافقني في الحوار، سعيدة جدا باستقبالك شيماء البرقاوي الباحثة في علم الاجتماع. مرحبا. مرحبا بك حبيبي، نهاركم زين السادة المستمعين الكل. شكرا ليك. إذا باش نحكيو على موضوع جد مهم، باش نحكيو على العنف الرقمي اللي أصبح خلينا نقوله منتشر جدا بالأخص ضد النساء. خلينا من نعمموش نحكيو بشكل خاص، اللي هو من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان والنساء انتشارا، اللي نجم يشمل حتى الاعتداء البدني والجنسي والنفسي والاقتصادي. هو في الواقع يعني اليوم بالحق يعني قاعدين نراو اللي ظاهرة العنف هذه ضد المرأة والإساءة لها عبر شبكة الانترنت ولات بالحق معناها من الظواهر والأمور المتفشية بشكل كبير وعلى نطاق واسع وارتفعت وقاعدة ترتفع في استمرار معناها بواسطة التكنولوجيا المعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية الأخرى اتسيتيرا. النوع هذا من العنف والإهانة اللي قاعدة تتعرض له المرأة بشكل كبير وبشكل يومي وفي أشكال مختلفة، كسوا من خلال التعليقات المسيئة وإلى التهديد، الابتزاز الإلكتروني، التشهير، الفضح، لوين ما توصل الحكاية معناها ساعات اختراق الحسابات الشخصية، لو بيغاتاج، انتحال هويات، ديفو بروفيل، باش يتحصلوا على معلومات ولا تصاور معناها خاصة ولا محرجة للتهديد بنشرها، الابتزاز معناها صاحبتها لمقابل مادي، هذه عموما يعني هذه الهدف متاعهم هما المجرمين هذوما، ولا لتشويه سمعتها. نعم هذا اللي شوفوه في الإمارة. الموضوع هذا النجم أنا نعطيك معناها بعض الإحصائيات الأخيرة معناها من خلال دراسات تعملت على النساء في تونس الأكثر عرضة للعنف الرقمي. ومعناها تم تأكيد اللي حوالي 89% من نساء تونسيات تعرضوا للعنف بجميع أنواعه في الفضاء الرقمي، واللي هو معناها رقم مهول جدا، وأنه معناها 71% من اللي يرتكبوا في الجريمة هذه هما من الذكور. دونك نسبة كبيرة برشا من النساء اللي يستخدموا في الفيسبوك وفي مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى ما عادش يحسوا بالأمان في الفضاء الرقمي. طبعا الفضاء الرقمي ما يعتبرش فضاء آمن بالنسبة للنساء. خلينا نحدد وزادة في العالم العربي حسب الإحصائيات الحقيقة، العراق، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، فلسطين، تونس، اليمن تحتل المراتب الأولى بأرقام جد مفزعة حسب دراسة قاعدة نتبع فيها الحقيقة. الأرقام الكلها من 60 فما فوق. بالضبط، وهذا هو معناها اللي صاير في تونس، انه معناها ما عادش المرأة حاسة بالامان، نسبة كبيرة من النساء ما عادش ما يحسوا روحهم امنين على المواقع هذية، خاطر اثار زادة اثار العنف الرقمي على صحة النساء خطيرة برشا. ينجم معناها يخلفلها الصداع والالام واضطرابات نفسيه. نعم كما نحكيو على تهديدا لسلامتها، لسلامه المراه يعني البدنيه، كذلك صحتها النفسيه، اي اضطرابات السلوك الغذائي، تخلف القلق، الاكتئاب، قله ثقه في النفس، الخوف، عدم الشعور بالامان، يعني الانعزال عن العالم الخارجي. صحيح. ساعات نسبة كبيرة من النساء تنعدم عندها الرغبة في إقامة علاقات اجتماعية عامة ولا خاصة، وأنا نرى الحقيقة اللي نوعية العنف هذا يعني هو تكريس العنف الممارس معناه ضد المرأة في العالم الواقعي. نعم. خاطر نوعية خطاب العنف اللفظي ضد المرأة في العالم الرقمي والافتراضي هو ماله إلا مكتسب معناها من الوسط الاجتماعي الملموس اللي قاعدة معناها للي تتعرض له يوميا في الشارع، في المعهد، في الجامعة، من تنميط وسب وشتم وعداء.
بالنسبة من بعض الأسباب اللي يقول لك ما نبلغوش عليش على العنف على الانترنت، بنسبة 41% تقول لك ممكن ما فماش حتى فرق سوى بلغت وما بلغتش، 17% حسيت بالخوف ما نجمتش نحكي، و 15% ما عنديش ثقة كي نبلغ يعني عدم الثقة لهنا، و 27% ما نعرفش شنية الجهة اللي لازمني نتوجه لها باش نبلغ. فوالا إيه هذا هو يعني هذه من بين أسباب ارتفاع الظاهرة وتفشيها، إنه المرأة قاعدة بالحق تسكت، قاعدة على حقها خوفا من المجتمع ومن ردة فعل الأقارب والعائلة خاصة. كيف إنه التشريعات في تجريم للفعل هذا ما هيش دقيقة، خاطر الدولة قاعدة تتغافل بشكل مباشر معناها على الجرائم من نوع هذا الإلكترونية من النوع هذا اللي معناها بتمس بخصوصيات مواطنيها، خاصة وأنه هذا انتهاك لحقوق الإنسان وحريته. يعني المفروض الدولة تتدخل بشكل سريع معناها في وضع استراتيجيات للحد من الجرم هذا، وما زال بش يرتفع معناها حسب رأيي أنا في حالة غياب وضع استراتيجيات لفهم الظاهرة هذه ومحاولة الحد منها من خلال تجديد العقوبات على المجرمين، نراها مازالت قاعدة ترتفع ومازالت معناها متواصلة. نعم في إطار الحدث اللي قاعدين احنا نواكبوا فيها، احنا مانيش قاعدين الحقيقة نواكبوا فيها، كل نهار تولي موجودة أبليكاسيون جديدة، كل مرة أوبسيون جديدة، ولكن احنا قاعدين القوانين نتاعنا قاعدة حابسة غادي، مانيش قاعدين نواكبوا في هذا الكل. كل نهار تنجم تشوف صور تنزل في مواقع، حتى تنجم تكون تصويرتك تصويرتي تصويرت أي حد، تنجم تهبط في موقع وإلا في أبليكاسيون ولا في حاجة شهير. فوالا ما تنجم تعمل حتى شيء، يعني هذا حاله من الاعتداء على حرمتي، خلينا نقول انت ما عندكش الحق باش تنزل حاجه من غير ما تشاورني والا من غير ما تاخذ لوكي من عندي واعتبارات عدت عليا. بالضبط، هو فضاء معناها غير امن، ما تنجمش تعطي ثقه كامله في الفيسبوك ولا في اي موقع اخر بمجرد انه يعطيك كذا غايق لذوكم انه ما هيش نحفظوا المعلومات الخاصه. هذاك علاش نرى انه معناها يلزم تتم حملات توعويه تتحدث على تجريم حملات الكره والعنف هذي اللي قاعده يصير من العنف الرقمي ضد المرأة، ومن الابتزاز، من التشهير، من السب، من إلى آخره. لازم وضع زادة خطط لتأمين السلامة الإلكترونية للمستخدمين الفضاء الرقمي هذه، تأمين المعلومات الخاصة بهم، خاطر أنا أرى أنه فما برشا تقصير في الناحية هذه. كيف نرجع ونقول لك انه معناها السلطات القانونيه لازم تسرع في وضع استراتيجيات للحد من الجرم هذا. نعم هذا هو. شكرا ليك شيماء البرقاوي، يعطيك الصحه على التدخل الباحثه في علم الاجتماع، مشكوره جدا. كان هذا موضوعنا في حراير تونس. حراير